الحضر الكريم أيها الأخوة المشاهدين، لازلنا نتواصل وتتواصل الانطلاقات، يتواصل الخير، يتجدد العطاء والتحدي أيضا مع هذه الشعارات اللامعة. ما نحن ننتهي من شوط إلا تأتينا مفاجأة أخرى وأشواط أيضا قوية وأشواط مستمرة باحثة عن الفوز وعن التحدي. ما شاء الله، هنا انطلاقة سليمة من هذا الشوط، الشوط الثامن في مجموع أشواط صباح هذا اليوم، الشوط الثامن المخصص لفئة الجعادين المهجنات الأصائل لأبناء القبائل. مسافتنا هي 8 الكيلومترات أيها الأخوة. هنا أيضا أسماء كبيرة، هنا أيضا أسماء صالت وجالت في الميادين، هنا أيضا أن سطرت حروفها من ذهب. ما شاء الله على هذه الأسماء العملاقة، على هذه الأسماء. الحق بمقدمة الشوط وأرى الأسماء الكبيرة التي تشاركنا في هذه الجولة وفي هذه الشوط بالأخص. هنا المركز الأول لحموم، ما شاء الله لحموم على المركز الأول للسيد علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي. يا مرحبا بالعليلي ويا مرحبا بهذا الشعار المسيطر في مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني هنالك في المركز الثاني العنيس للسيد سالم بن غانم بن علي المنصوري. على المركز الثاني الدور دور المركز الثالث هنالك الحر، ما شاء الله هذا له بشاهين وله بجير، هذا حر ما شاء الله، هذا هو المميز. حرص الطلب في مقدمة الشوط، سعيد بن غانم بن علي المنصوري في الصدارة الأولى، في القوة، في الإثارة، في سيطرة مميزة أيها الأخوة. هنا في مقدمة هذا الشوط سعيد بن غانم بن علي المنصوري، الدور دور المركز الثاني هنالك نجد للسيد سعيد بن علي بن عبيد السبوسي على المركز الثاني. أما ثالثا فهنالك بن وديمة محمد بن سهيل بن وديمة العامري على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع أيها الأخوة سلطان بن تريم الكتبي على المركز الثالث، ولكن من هنالك شاهين، شاهين عبد الله حمد بن عبد الله بن خزام يصل بقوة بإثارة ويتجاوز 4 5 3 أسماء ما شاء الله في قوة وراصد المقدمة، حاط الهدف الرئيسي الهرم الشامخ في مقدمة الشوط نصب عيني ما شاء الله. عز الطلب ومحشوم وشاهين وهنالك الأسماء الكبيرة، ولكن عز الطلب 400 متر النهائية، 400 متر النهائية ما شاء الله على هذه الانطلاقة. انطلق عز الطلب شاهين، عز الطلب على المقدمة، عز الطلب وشاهين. الناموس وين ما شاء الله، السلامات وين، قوة إثارة متعة وسرعة كبيرة، سرعة كبيرة، هذا هو عز الطلب. عز الطلب، عز الطلب، عز الطلب غادر بالنواميس وهو قد المسؤولية وقد هذه السيطرة والقيادة. سلام يا المنصوري، سلام عليك يا مالك عز الطلب. سعيد بن غانم المنصوري المركز الثاني، هنالك شاهين حمد بن عبد الله العامري المركز الثالث. المركز الثالث هنا محمد بن سهيل بن وديمة العامري على المركز الثالث. المركز الرابع سلطان بن تريم الكتبي. المركز الخامس هنا الوصول من نجد السيد سعيد بن علي بن عبيد السبوسي ما شاء الله. تحدي، قوة، إثارة، عز الطلب. سعيد بن غانم بن علي المنصوري هو صاحب النقطة المميزة وصاحب الإبداع وصاحب هذا البقاء على مقدمة الشوط، البقاء لله سبحانه وتعالى ما شاء الله. هنا لحظات ولمسات مميزة من مخرجنا أسامة الهواري الذي دائما لا نستغني عنه في كل لمساته وكل أيضا أموره الخاصة بهذا الإخراج الرائع. توقيت الزمني واضح على الشاشة أيها الأخوة في هذه الرحلة الموفقة طلب سعيد بن غانم بن علي المنصوري، حيث قطع رحلة 8 الكيلومترات في زمن وقدره 13 21 و5 أجزاء. هو عز الطلب لسعيد بن غانم بن علي المنصوري. بينما الدور دور المركز الثاني فهوان هنالك شاهين قدم لنا عرض ممتاز يشكر عليه حمد بن عبد الله بن خزام العامري. توقيته الزمني 13 دقيقة 22 ثانية 6 أجزاء. التهنية أيضا لمالك شاهين حمد بن عبد الله العامري المركز الثالث، كان من نصيب بن وديمة. هنالك أيضا غازي محمد بن سهيل بن وديمة العامري. توقيته الزمني يا أخوي أسامة